أخش في أي تفاصيل. ضيفنا اللي منورنا في هذه الفقرة واتأخر 5 دقايق أو 7 دقايق يعني، فإحنا لما وصل بيعتذر وطلع قلنا له حضرتك ما تعتذرش تيجي في الوقت اللي يناسبك. حبيت ما تجيش مش مهم برضه عادي، أنت براحت راحتك. خليني أبدأ كده مع حضراتكم بس وأديكم نبدأ كمان. يعني إحنا دايما بنكون حريصين في 10 الصبح في الأهلي إن إحنا نعرض نماذج محترمة جدا وأبطال موجودين في مصر كلنا بنفتخر بيهم. هو بطل من أبطال كمال الأجسام وواحد من ضمن أفضل هنا شخصية رياضية في العالم، ده عام 2020 حصل على 3 بطولات عالم. هي بطولة العالم في الهند دي كانت 2011، والإكوادور كانت 2012، والبرازيل كانت 2014. خلينا نرحب بكابتن أشرف فولة، أو زي ما بيطلق عليه يعني كابتن أشرف فولة. صباح الفل. صباح الفل. هنعرف برضو أصل الاسم. سعداء بوجود حضرتك معانا، أهلا بيك منورنا. عايز في البداية أكون صريح وأمين معاك، يعني انت محتاج الفتره اللي جايه تدعم بطولاتك، لان انا بقالي حوالي اسبوعين بروح الجيم بانتظام، فتوقع في غضون 10 12 سنه هتلاقي منافسه ما كانتش حاصله معاك قبل كده. لا انا جاهز. نتكلم في نقله نوعيه في مشوارك الرياضي. سعداء لوجودك معانا، اهلا بيك. والله انا اسعد. والله الله يكرمك. اسعد والله. نبتدي بقى من اي زاويه مع كابتن اشرف؟ من اي ملف فيهم؟ اصل احنا كنا بندردش معاه في حاجات ليها علاقه بالتغذيه وحاجات ليها علاقه بالبطولات. تعال نبتدي مع حضرتك ب فكرة التغذية المطلوبة لأي حد بيمارس هذه الرياضة، حتى ولو مش بشكل احترافي أو مش بشكل تنافسي. رياضة كمال الأجسام ليها نمط حياة كامل لازم الواحد يدخل في فورمته عشان يعرف يلاقي فيه نتيجة في آخر المشوار. فإيه نمط الحياة اللي حضرتك بتنصح بيه أي حد مهتم بالرياضة دي؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. كمال أجسام النهاردة ما بقتش اللعبة الشعبية الأولى لكل الأطياف، حتى كل المجالات النهارده بتتجه للجيم علشان يعمل شيب شكل كويس لشغله لبطولاته. انا بعتبر ان كل واحد بطل انه بيقدر يعمل كل حاجه جوه الجيم لمصلحته الشخصيه. ازاي؟ يعني النهارده احنا شايفين ممثلين كتير قوي دخلوا اللعبه وعاملين شكل جميل وشيب كويس علشان ينفعوا في شغله. هو بطل، وانا بعتبر انا نفسي بطل، لان انا في اتجاه تاني غيرهم، بس كلنا بنندرج في تعب واحد واتجاه واحد، بس المهام والقوة بتبقى متفاوتة. طيب، بالنسبة للشخص اللي هو العادي اللي هو بيلعب لنفسه، لازم أن يكون فيه برنامج تغذية متكامل ليه، اللي هو الجسم ياخد كل العناصر الإيجابية اللي بيستفاد بيها. إحنا بقى كأبطال بيبقى أمورنا صعبة شوية، يكاد إن إحنا بنخش على 8 و 9 وجبات في اليوم. بس كيف مش كم؟ الكم احنا رافضينه، لانه الجسم بياخد احتياجه ويفقد الباقي، فبيبقى عيب عليه، بيدخلني في متاهات تانية، اذا كان نسبه ميه تحت الجلد، دهون، رغم ان الاكل الصحي كله برضه، حتى الاكل الصحي يعني ناخد المقوله اللي تقول اللي كل شيء يزيد عن حده بيتقلب ضده. ما هو يزيد عن حده بمعنى ان انا اكل لغايه لما ما اشبعش يعني، ولا اكل ما هو انا هاكل لغايه لما اشبع، امتى اعرف ان هو زياده يعني؟ لا، المعدل اللي انا محتاجه في التغذيه لجسمي اكون انا فاهم بالثقافه التغذيه. انا مش هحددها بان انا شبعت او ما شبعتش، هحددها بالوجبه اللي قدامي. النهارده انا جسمي محتاج في الوجبه من بروتين من قد ايه؟ محتاج نسبه كربوهيدرات قد ايه؟ النهارده انا بديله الحاجات اللي هو محتاجها. فانا مجرد المعده ما تبدا تاخد على الخطوات دي مع الوقت، اصلا كيس المعده بيصغر، فهو بيعود نفسه على ده. اوكي، بس طبعا بيبقى لها حسبه معينه كل واحد بيحسبها طبقا لطوله والسن والوزن والنوع ده من لو على البطوله على حسب الميزان. لا، انا بتكلم حتى بعيدا عن البطولات والاجواء التنافسيه، الشخص عايز يروح الجيم. مظبوط. حضرتك النهارده مثلا في تفاوت ما بيني وما بينك في الطول،
لو انت حبيت تعمل شكل شيب جمالي وجباتك انت وجباتك في التغذيه بتختلف عني شويه، لان زي ما بنقول الجسم فيه مساحات عشان الطول، فلازم اديله النسب اللي هو عايزها علشان في الاخر احصل على الشكل اللي انا برضو محتاجه. ففي تفاوت مظبوط صح كده، بس وجبات التغذيه نفسها شبه كلها واحد. ازاي؟ مثلا النهارده لو قلت هاخد 250 جرام بروتين في الوجبه، نفس السيستم عند حضرتك، بس هنتفاوت في عدد الوجبات. انا عايزه اقعد اسال حاجات لسه ليها علاقه بالتغذيه والله يعني، بس عايزه برضو انا وكريم يعني نخش بقى في اصل الموضوع، ولكن ممكن اسال اخر سؤال. انا عايزه اسالك عشان برضو الناس تستفيد، يعني هل احنا مفروض نروح نقيس اللي هي في عند الصيدليه كده اللي هو ميزان بيوزن لك الفاتس قد ايه والحاجات دي؟ بالظبط. فانا رحت عملته طلع فعلا عندي نسبه فاتس ازيد. مزبوط. الناس اللي زي حالتي بقى يعملوا ايه علشان فكره ان الفاتس ازيد في الجسم؟ نبدا نعمل عمليه توازن في التغذيه على طول. هنا التغذيه مع حضرتك مش متكامله، مش كويسه. النهارده مثلا انا بجوع باكل الموجود، صح؟ لا، هننقل ده بقى لايه اللي انا هاكله. من هنا تلاقي حضرتك الجسم خد احتياجه عشان ما لقاش دهون جايه من بره، فيبدا يحرق الدهون الداخليه ويطرد الميه كمان، فنبدا نخس، نبدا يبقى صحتنا احسن، نفسنا احسن، الحاجات دي كلها. مجرد ما الدهون بتنزل والميه من الجسم، البني ادم بيلاقي النفس بتاعه مستريح على طول. زي ناس لما تبقى البطن عالي قوي يقول لك انا مش قادر اخد نفسي، لو مسوري لو وطى يعمل حاجه يقول لك النفس رايح مني. ماشي، ما انت الميه والدهون قافله على الحجاب الحاجز بتاع الصدر، فبتلاقي الواحد ما عندوش راحه حتى في الكلام زي ما بيقولوا. فالنهارده انت اللي عامل عبء ده، شوف بقى تتخلص منه ازاي، زي ما عملته زي ما يتشال. طب دلوقتي عايز اسالك برضو على فكره، وحضرتك يعني حاصل على بطولات وشاركت في بطولات عالميه كتير الحقيقه، ومحقق مراكز حاجه مشرفه جدا. ساعه الوقوف على خشبه المسرح والاستعراض قدام لجنه التحكيم والحضور، الفروقات تكاد تكون مش موجوده، بسيطة يعني خالص. يعني حتى لجنه التحكيم نفسها بتعرف مزبوط. ازاي مظبوط صح كريم معانا، يعني تعرف منين ان كابتن اشرف لا اعلى من كابتن فلان اللي بيتنافس معاه مثلا؟ مظبوط. هو في عندنا خطوات. الخطوات الاولى اسلوب الشخص في ضرب الاوضاع اللي احنا بنضربها دي، الطريقه بتاعته الملفته للنظر. نمره 2 التناسق الجمالي بتاع الشكل، ما يبقاش ما عنديش مثلا دراع كبير وكتف صغير، كتف يعني كبير والدراع اصغر، لا التناسق دوت بيبقى ليه نظره مع الحكام، دي الدرجات اللي احنا بناخدها. طيب الوقفه على المسرح، الثقه والاحساس بان انت معلش انت اللي على المسرح لوحدك، ده بيوصل للحكم تحت. فالنهارده احنا عارفين ان النظره مختلفه مننا كلنا، ممكن انت تشوفني كويس غيرك مش شايفني كويس. فالنهارده انا ازاي اوصل ده للحكام على الاقل 4 من 7 ان انا كويس، هنا ابقى نجحت. هي برضه فيها حته ذكاء شويه، بس ما نزلش على المسرح اكون مش كويس، انا ممكن اخسر، ما انا بطولات خسرتها كتير بس نازل كويس، بس كان في غيري احسن. بس ما نزلش وحش واخسر واقول انا لا انا كنت اكسب. انا ملاحظه حاجه، ولو برضه حضرتك تقول لي، يعني حضرتك الوحيد اللي عندك او بتبتسم، ودي حاجه مميزه صح؟ يعني الباقيين مكشرين دايما بيكونوا مكشرين عاملين كده وش اللي هو يخوف شويه، حضرتك مبتسم، فدي حاجه جميله. حضرتك دي انا اتميزت بيها حتى في بطوله تجارب بطوله العالم 2016 انا كان عندي اصابه في ظهري، وكنت كانت رجلي الشمال ما بتتحركش، واصريت ان انا اطلع على المسرح، وكنت واخد مسكنات لدرجه ان الالم مخليني واقف على المسرح ناسي الابتسامه دي. ومن كله ساب ان انا مش يعني نسي الشكل بتاعي على المسرح، وفين ابتسامه اشرف؟ والله زي ما بقول لحضرتك كده، بس الالم كان اصعب من ان انا افكر ان انا ابتسم. ودي مش اول مره تتعرض لموقف مشابه برضو، يعني انت في بطوله تانية كان فيها عمليه تسمم قبل منها باربع ايام، السنه اللي فاتت، والتهابات في جدار المعده وحدوته كده. بطوله العالم السنه اللي فاتت انا اوفرول البطوله، رافائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الدولي هو مسميني التمثال المصري، ودي انا مشهور بيها في مصر. الدكتور عادل فهيم يعني الله يكرمه، هو يعتبر والدي، مش هقول انه ده، مش هو رئيس الاتحاد كمان. في احنا في تقارب شخصي بحكم السنين الطويله اللي انا عشتها مع الدكتور عادل، ووقوفه جنبي في مقوله هو نفسه يقولها وانا تحت، حتى لو في فيديوهات كانت عندي تسمعها وهو بيقول لي تحت التمثال المصري، يعني هو بيكلمني تحت كنا في بطوله العالم، يقول التمثال عاش اشرف انت تمثال، على سبيل هو شايف حاجه الحمد لله كويسه يعني.
فكان الكلام ده هو مع الدكتور ورافائيل سانتوجا رئيس الاتحاد الدولي، طلعت عليا اشرف فولا ده التمثال المصري. حتى لما بيبقى في لقاء في اي مجال حد عارفني بيقول لي ومعانا التمثال المصري اشرف فولا كده يعني. طب افضل 100 يعني شخصيه رياضيه هنا بنتكلم في العالم برضو، دي حاجه بالسهله لو نتكلم عنها سريعا مع حضرتك. بصي انا 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 اتفاجئت بالكلام ده وكان عندي كبير قوي، وانا لله الحمد من اللعيبه يعني انا عاصرت منتخبات كتير، المنتخبات دي كلها يعتبر انا النهارده اكبر واحد في المنتخب، وانا كابتن المنتخب دلوقتي. ففوجئت بالدكتور عادل فهيم بيكلمني بالجمال دون، انا الصراحه ما كنتش مصدق لان حاجه برضو بعيده، احنا الكلام ده بنسمعه في الكوره بنسمعه وكده، لكن احنا بعيده الالعاب الفرديه احنا مرفوضين تماما مش واخدين حقنا في البلد، رغم ان اقسم بالله العلي العظيم انا كل مره ببقى في البطوله حتى لو انا نفسي ما رفعتش علم مصر وصاحبي رفع علم مصر او التوتال العام بتاع البلد عملت اول، انا بتبقى دموعي بتنزل، لو في فيديو كان بيجي يشوفوا دموعي. العمليه مش عمليه ان انا مثلا ايه دموعي دي نازله علشان حد، لا انا نفسي عندي احساس رهيب وانا شايف مثلا في الهند 63 دوله واقفين لنا كبيره، اللي يحسبها والله مش بتاعتي دي بتاعتنا كلنا، 63 دوله واقفين للعلم بتاعنا، ده موضوع اللي يفهمه والله العظيم كبير قوي. الوقفات دي تزيد الفتره الجايه ان شاء الله من خلال مشاركاتك وفعاليات واحداث وبطولات رياضيه مختلفه وحصولك على مراكز متقدمه كالعاده. للاسف الوقت بتاع الفقره جري معاك والله، ده التغيير من عند حضرتك. احنا كان نفسنا نقعد اكتر من كده بس والله نوعدك تكون معانا تاني ان شاء الله باذن الله يا فندم. سعداء لوجودك معانا وبنتمنى لك كل التوفيق والله المره الثانيه. لا حضرتك منورنا. لا يا خبر لينا ان شاء الله معاك لقاء ثاني وبطوله جديده باذن الله وميداليه ذهبيه جديده ان شاء الله. شكرك شكرا جزيلا. طيب هنستأذن حضراتكم، احنا هنطلع فاصل سريع ثم عودة مرة أخيرة للسوشيال ميديا ونسمع بقى ونشوف ونتعرف على إجابات حضراتكم على سؤال السوشيال ميديا الخاص بحلقة النهاردة. فاصل ثم عودة، تفضل.